منتجع المغيرة عبارة عن وجهة سياحية بيئية جديدة في إمارة أبوظبي، توفر تجربة مختلفة وفريدة من نوعها في نفس الوقت للزوار والمقيمين في المنتجع نفسه. أي مقيم في المجتمع بيحظى بفرصة أن يتعرف على الطبيعة اللي موجودة في المشروع والمنتجع نفسه، بالإضافة إلى عديد من الأنشطة اللي موجودة بتكون موفرة، ويقدر أي مقيم في المنتجع يجربها ويستغل وجوده في المنتجع لتجربتها، منها اللي هي الأنشطة التعليمية الخاصة بالبيئة، الأنشطة الرياضية، الأنشطة الرياضية البحرية اللي موجودة على مغربة من المنتجع، عندنا الهايكينج والماونتن بايكينج نفس الشيء موجود في المنتجع نفسه، كذلك الزراعة، وعدة أنشطة مختلفة ممكن للمقيمين وأهلهم والأطفال حتى يقدرون يجربونها ويستمتعون فيها.